آلاف المساهمين في مصرف بنكيا تظاهر هذا الثلاثاء في مدينة فالنسيا الأسبانية، حيث يعقد المصرف اجتماعه السنوي، وذلك نتيجة لخسارتهم لما يعادل 70% من أموالهم في المصرف بعدما روجت الحكومة لشراء أسهم في بنكيا، معتبرة أن ذلك يشكل حلا لأزمته المالية. ليس هنالك من رأس مال إضافي مفروض، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح، ونحن نعلم أنه ينبغي القيام بكثير من الأمور لنتطور. لكن المحتجين كما المحللين يحذرون من الخسارة الكبيرة التي تكبدها المساهمون. لن يصبح هنالك مصرف بصحة جيدة دون أن تحل مشاكل أغلب المساهمين. أسعار الأسهم التفضيلية للمصرف التي تم طرحها بين العامين 2007 و2010 سجلت تراجعاً فوق 50%، والمحللون يتوقعون أن تسجل مزيداً من التراجع. القطاع المصرفي الأسباني ما زال يعاني من أزمة الديون العقارية التي ضربت البلاد منذ 5 أعوام.